الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، من سنة الله عز وجل في خلقه سنة الاختلاف. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم مسلمين. فالاختلاف في الرأي، الاختلاف بالتفكير، الاختلاف بالتحليل، الاختلاف في الفهم، هذا ما يسلم منه أي اثنين، بل حتى أنت نفسك. وأنتي ممكن أتبنى رأي اليوم، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة أعيد النظر في هذا الرأي ويتبين لي رأي ثاني أخالف رأيي اللي كنت ماشي عليه فترة. هذا أنت، إذا أنت بنفس عقلك ونفس فكرك، مع ذلك لك أكثر من رأي في نفس المسألة، رأي سواء سياسي، ديني، اقتصادي، تربوي. كذلك الحال مع الآخرين، هذه الاختلافات يترتب عليها في بعض الأحيان خصومات وشجار ومغاضبات وأحيانا قضايا وتشاكي. أحيانا تكون أنت قادر أنك تتدخل بين الطرفين المتنازعين والخصمين المتشاجرين، سواء بطلب منهم أو بتبرع منك. أولا لازم تفهم نقطة، كل شيء من نعم الله عز وجل عليك له زكاة. المال له زكاة، زكاته في دفع الزكاة في مواعيدها الشرعية. كذلك الجاه له زكاة. أنت لما تكون رجل حسيب، نسيب من عائلة مرموقة، من ناس معروفين، من حمولة طيبة، لك وزن ولك ثقل، هذا له زكاة. زكاة أنك تشفع، زكاة أنك تصلح بين المتخاصمين حتى لا تنزع هذه النعمة منك. فزكاة الجاه وزكاة المنصب، البذل في إصلاح ذات البين. والله جل في علاه قد حثنا على إصلاح ذات البين. قال الله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم، وقال الله عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم، وقال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لأن أحيانا المتنازعين الاثنين إذا قعدوا مع بعض، سبحان الله، غالبا ما يصلون إلى الحق، لأن النفوس مشحونة. بعكس الطرف الثالث ما عنده أي مؤثرات عليه، أي تشويش. ففي بعض الإضاءات المهمة والإشراقات المهمة أضيء بها دربك إذا أردت أن تصلح بين اثنين متنازعين أو متخاصمين. ذكرنا أن الشريعة والخلق والفطرة السليمة والأعراف رغبت وشجعت على أنك أنت تبادر في الإصلاح بين المتخاصمين. لكن علشان تبادر ويكون إصلاحك صحيح ويترتب عليه إصلاح وليس فساد، لازم تنتبه إلى جملة من الأمور. أولها، لابد تسمع من الطرفين.
إياك ثم إياك ثم إياك أن تحكم وأنت لم تستمع إلا لطرف واحد. لا يمكن أن توفق إلى الحق. فاصل ونواصل. عودا على بدء، انتهيت عند كلمة لن توفق إذا استمعت إلى طرف واحد، لأن قد يكون هذا الطرف صاحب حجة وبيان وبلاغة ويعرف يصفصف الكلام وقد يبكي ويحسن حتى إظهار المشاعر المظلومة، فأنت تأثر فيه وتقول لا والله ما عنده سالفة، أنت والله الحق معاك، غلطان يسوي معاك كذي، لا والله زين تسوي. أنا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخير من مشت قدماه على هذه البسيطة، مع ذلك الله يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم قد يكون بعضكم ألحن من بعض فأقضي له بما أسمع فإنما هي جمرة من النار. يعني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجي إنسان يعرف يصفصف الكلام والثاني قد يكون صاحب الحق مسكين ما عنده قدرة على بيان حقه. هذه قدرة، يعني هذا فن، القدرة على الكلام والإقناع فن يتنافس فيه الناس. فأحيانا يكون الظالم هو الملوسن، هو صاحب الكلام ويصف الحكي وقال وسوى، ومسكين المظلوم ذاك مو قادر يسولف، متلعثم ودوده وكلامه مكسر. فطبيعي القاضي يحكم بناء على ما سمع. الخوافي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأنت علشان لا تقع في الخطأ لا تستمع إلى طرف واحد فقط، لا بد تستمع إلى الطرفين الاثنين. استمعت من هذا خلصت، استمع من الثاني. أمر آخر، إياك أن تؤثر فيك وفي حكمك أي انتماءات قبلية عقدية فكرية أسرية طائفية دينية. دير بالك أنت تشعر أنك ممكن تميل إلى أحد الطرفين، اعتذر، ما أنت ملزوم. حتى قانونا القاضي وهو قاضي يملك أنه يعتذر عن الحكم في هذه القضية نظرا لأن أحد الطرفين صديقة أو من معارفة أو اللي هو. بالعكس هذا 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 دلالة النزاهة، النزاهة أنك إنسان نزيه. فأنت إذا شعرت أنك ممكن تميل إلى أحد الطرفين اعتذر، ما أنت ملزوم. عارف نفسك ضعيفة أمام تأثير معين اعتذر، لكن عارف نفسك أنك قوي وقادر أنك أنت ما تتأثر بهذه التأثيرات أقدم. كذلك أمر مهم جدا، أي مصلح بين متخاصمين اثنين طبيعي سيستمع إلى بعض الأسرار والأخبار. أنت بتقعد مع الطرف الأول طبيعي سيطلعك على بعض المعلومات التي لم يطلع عليها أحد. وكذلك الحال لما تجلس مع الطرف الثاني، والأصعب إذا كان بين زوجين، بين زوج وزوجته، قد يسر لك الزوج بشيء يكرهه في زوجته، مضايق منه وهو سبب الطلاق أو الفراق، بس مو قادر يقوله ما ينقال، لكن أنت كونك أنت مصلح مضطر يقول لك. كذلك الحال في الزوجة، قد شايفة في زوجها شيء ولا سامعة عنه ولا مطلعة على 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 عيب كبير ما هي قادرة تتحمله، ولا هي قادرة تقول حق أحد، لا هي قادرة تقول مسكينة حق أهلها ولا أمها ولا أبوها ولا أهلها. لكن كونهم رضوا فيك مصلح طبيعي بيقولون لك الأسرار، فلا بد تكون كاتما للأسرار. الحذر، كل الحذر إنك تروح تتكلم تقول لا والله فلان طلع إيه طلع ما شو اسمه ظالم، لا
انا والله لقيته معاه حق طلع كذي، لا يغركم دينه لا يغركم صلاحه، ترى انا سمعت امور عنه وسمعت امور عنها. اعترف لي، اعترفت لي. قال صلى الله عليه وسلم: انما المجالس بالامانه. المجالس بالامانه، اذا سمعت شيء فاعتبره سر.